السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم رح أقدم لكم طريقة عجينة البكلاوة أو عجينة الفيلو بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. المقادير اللي راح احتاجها لوصفتي: كاستين طحين، ثلث كاسة زبدة مذابة، ثلاث ارباع كاسة حليب سخن، ملعقة صغيرة خل، ملعقتين صغار بيكنج باودر، ونص ملعقة صغيرة ملح. لتجهيز العجينة راح استخدم العجانة. في البداية بضيف الطحين بوعاء العجانة وراح اضيف باقي المقادير. بعد ما ضفت كل المقادير بشغل العجانة لمدة 5 دقائق لحد ما تصير عندي عجينة لينة ومتماسكة. وإذا عجننا العجينة على الإيد بنعجنها لمدة 10 دقائق. بعد ما جهزت العجينة بيكون قوامها بهالشكل. بكورها بعملها شكل كرة وبحطها بوعاء وبغطيها بنايلون غذائي وبفوطة مطبخ، ورح خليها لمدة 30 دقيقة مشان ترتاح. لفرد العجينة راح احتاج كاسة نشا ذرة وملعقتين كبار طحين. بضيف النشا بوعاء وبضيف عليه الطحين وبخليتهم منيح ليكون الخليط جاهز. بعد مرور 30 دقيقة وارتاحت عند العجينة، رح رش على سطح الطاولة شوي من خليط الطحين والنشا اللي عملته، وبنزل عليها العجينة. ورح اقطع العجينة لأربع قطع متساوية الحجم، وكل قطعة رح امدها بشكل مستطيل صغير، وبعدها رح اقطع كل مستطيل لخمس قطع ليصير عندي في النهاية 20 قطعة زي ما رح تشوفوا هون بالفيديو. بعد ما قطعت قطع العجين وعملتهم 20 قطعة، باخذ قطعة العجين وبكورها بإيدي، بعملها بشكل دائري بهالشكل زي ما انتم شايفين هون بالفيديو، وراح أكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل الكمية الموجودة عندي.
بعد ما كورتهم راح أفردهم رج سطح الطاولة بخليط النشا والطحين، وبفرد قطعة العجين بالشوبك بشكل دائري. بعد ما فردت القطعة الثانية بحط معلقة صغيرة من خليط النشا والطحين فوق القطعة الأولى اللي فردتها، وبحط العجين فوقيها. بحط بين كل قطعة وقطعة معلقة صغيرة من الخليط، وراح كمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل الكمية الموجودة عندي، وراح أحط كل 10 قطع فوق بعض. بعد ما جهزت القطع بحط على الطاولة من خليط النشا والطحين لسهولة فردهم، ورح أفردهم بالشوبك. وأهم شي نكون حاطين من خليط النشا بين القطع مشان ما يلصقوا بعض وقت ما ركهم، ورح أركهم منيح لحد ما تصير كل الطبقات ركيكة. بعد ما ركيتهم هون عند عجينة البكلاوة بعد ما جهزت، زي ما انتم شايفين بتكون بهالشكل كثير ركيكة وخفيفة. فيكم تقصوا العجينة بشكل مربع او بتخلوها بشكل دائري. هون عندي 10 ثانيات اللي عملتين، رح اقصهم بشكل دائري يكون اصغر ليكون شكلهم متساوي. هون عندي الكمية اللي عملتها اليوم، زي ما انتم شايفين ما شاء الله كثير خفيف وركيك، حتى الأرقام بتبين من تحت العجينة قد ما هي ركيكة زي ما انتم شايفين هون بالفيديو. هون عندي 10 قطع اللي خليتهم بالحجم اللي ركيتهم فيه ما قصيت العجينة، والقسم الثاني اللي قصيت العجينة على حجم الصينية الصغيرة
فيكم كمان تقصوها بحجم مربع زي ما انتم شايفين هون. ما شاء الله العجينة ناجحة 100% وزي اللي بنشتريها من المحلات. فينا نحتفظ بعجينة الكولاج في المجمد، بنحطها على ورقة زبدة وبنحط عليها ورقة زبدة وبنلفها بشكل اسطوانة وبنحطها بنايلون غذائي وبنسكرها منيح وبنحطها في المجمد لوقت الحاجة. بنقدر نحتفظ فيها بالمجمد لمدة 3 أشهر وفي البراد لمدة 3 أيام. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان أعرف رأيكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.